النوح الحافظ العراقي صاحب المصنف صاحب الكتاب وكذا ذا كردي ولنتسي الأكراد عراقي الأصل ولكن يلول في مصر مصري المولد المذهبين الشافعي شافعي المذهب أندى ثلاث مسنين نحواجيت كنفغوي الله والحمد لله أن هذا الرجل هذا الحافظ إجادي الروج ذا مقرمة كدنا ما تكتب ثقي فين في ذا الشرحي سما تكتبين تياب هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي العراقي بلغ درجة الحافظ وثقي لقب من الألقاب صوتا مسنوني مقرانا مدير مثلا الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري صاحب بلوغ المرام مرديض الحافظ ابن عبد البر القرطبي المالكي السيسن الحافظ العراقي كنيته أبو الفضل ويلقب بزين العابدين ويلقب بزين الدين ولد من المديلول إلول سقواس 725 للهجرة 725 من الميموث إموث سقواس 806 للهجرة إفكاس ربي تغزيل العمر يعاش 81 سنة تولى التدريس في مدارس القاهرة سمي بض يجمع ثم سنين أما ذي دار الحديث الكاملية أما ذي جامع ابن طولون من الجوامع المشهورة ذي القاهرة تولى الإمامة والخطابة وتصدى للقضاء بالمدينة المنورة ذي زيك تصل العلماء غس خدما حريش تموسني ولكن خدما أيضا في مجال القضاء يعني يسند إليهم القضاء تسند إليهم مهمة القضاء المؤلفة تشون تركي دي جانتاس سيسنت إليهم كتاب اسمه التحرير في أصول الفقه يسعى الكتاب هذا اسمه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد يسعى كتاب جامع التحصيل في معرفة رواة المراسيل أتصنت كتابين نختارت بعض العناوين